افتتح متحف الفيفا العالمي لكرة القدم أبوابه للزوار في مدينة زوريخ السويسرية في فبراير سنة 2016. شيد المتحف على مساحة 3000 متر مربع، والذي يتيح للزوار فرصة السفر عبر التاريخ من خلال عرض أكثر من 1000 قطعة، عبارة عن أقمصة وأحذية وكرات التي تم استخدامها منذ عام 1900 حتى كأس العالم الأخيرة بروسيا 2018، وأزيد من 1400 صورة وما يقارب 500 شريط فيديو و60 شاشة والعديد من الوسائط التفاعلية من أجل ضمان تجربة فريدة للزوار. هنا في الطابق الأول استعراض لقمصان المنتخبات الوطنية 209 المشكلة للاتحاد الدولي لكرة القدم وصور نادرة من مختلف بطولات كأس العالم، كما يضم صورا للرؤساء الثمانية ما قبل جياني إنفانتينو الذين تناوبوا على رئاسة الفيفا. في الطابق الثاني من المتحف وضعت وثيقة تأسيس الفيفا التي وقعت سنة 1904، وتحت حراسة أمنية مشددة سيجد الزوار النسخة الأصلية لكأس العالم من تصميم الفنان الإيطالي سيلفيو غازانيغا، والتي تزن 5 كيلوغرامات من الذهب الخالص، والتي تعود لأول بطولة كأس العالم لسنة 1930 من القرن الماضي، وبجانبها تتألق النسخة الأصلية الخاصة بكأس العالم للسيدات. ولمعرفة تاريخ كرة القدم المغربية، ما عليك إلا بالنقر على هذه الشاشة حتى تظهر لك كل البيانات الخاصة بالمنتخب وبالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عدد المقابلات التي لعبها المنتخب الوطني، عدد الانتصارات وعدد الهزائم، الترتيب الدولي، كل ما له علاقة بالمنتخب الوطني المغربي وبالجامعة الملكية المغربية يظهر من خلال هذه الشاشة. في الطابق الثالث يمنحك المتحف فرصة اختبار قدراتك الكروية من خلال تجهيز أدوات ومعدات لاستعراض مهارات الركض بالكرة وتسديد الركلات. وفي الركن المقابل حضور متميز للتحكيم المغربي من خلال عرض صورة لقميص يحمل شعار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم واللجنة المركزية للتحكيم وبورتري عن الحكمة المغربية لم يألو رغي التي حصلت على الشارة الدولية سنة 2011. ولن يكون المتحف مجرد مكان لعرض الصور والجوائز، بل مكان حيوي للاجتماعات ومنتدى للنقاش بين كل مكونات أسرة كرة القدم العالمية، وأيضا لعقد المؤتمرات الإعلامية ومراسيم التكريمات من خلال الصالات والقاعات التي تم تشييدها لهذا الغرض.